في مدرسة ميدلتون الثانوية قررت المعلمة أن تلعب لعبة مع الطلاب، كتبت لغزا على السبورة، وأول طالب يصل إلى الإجابة الصحيحة سيحصل على جائزة كبيرة. اللغز الذي كتبته كان كالتالي: أنا نظيف عندما أكون فارغا، ومتسخ عندما أكون ممتلئا، ماذا أكون؟ عرفت باربرا على الفور الإجابة على هذا السؤال وفازت بالجائزة. هل يمكنك تخمين ماذا أجابت؟ إنها السبورة، كانت الإجابة أمامها طوال الوقت. جابرييل هو رحالة محترف، ذهب في رحلة لمدة 3 أيام في غابات إسبانيا الجميلة عندما أسره مخلوق أسطوري. أخذه المخلوق إلى عالم خفي وأخذ حقيبته وجميع متعلقاته، وبعد أن أخذ كل ما يحتاجه ترك جابرييل في كهف مظلم بمفرده. لمغادرة الكهف كان من المفترض أن يختار جابرييل أحد الأنفاق الثلاثة. الأول يحتوي على آلاف البلورات المدببة التي يمكن أن تؤذيه إذا داس عليها. كان النفق الثاني مليئا بالمخلوقات الغامضة التي كانت تتوق إلى سلب حياة جابرييل، وكان النفق الأخير يحتوي على متعلقات ساحر عجوز، ردائه وبعض جرعاته السحرية ملقاة حوله. أي نفق يجب أن يختار؟ الأخير، أليس كذلك؟ نظرا لأنه يحتوي فقط على متعلقات الساحر، أما الساحر نفسه لا يمكن رؤيته في أي مكان. أولا، كان النفق الثالث فخا، لقد قاد جابرييل إلى برج الساحر. عندما دخل الغرفة الوحيدة في البرج حبس بداخلها، وكأن هذا ليس سيئا بما يكفي. عندما نظر إلى الأسفل رأى البرج مشتعلا، لم يكن للغرفة أبواب بل نافذة صغيرة فقط، ولحسن الحظ وجد أن هناك 3 جرعات سحرية يمكن أن تساعده على الهروب. كانت للجرعة الأولى القدرة على منحه قوة بدنية هائلة، مع الجرعة الثانية يمكنه استدعاء أي حيوان يريد مساعدته، والجرعة الأخيرة ستحوله إلى مصاص دماء. ما هي الجرعة التي يجب أن يختارها جابرييل؟ حسناً، لن يتمكن أي حيوان من مساعدته على الهروب من البرج، وحتى لو كانت لديه كل القوة في العالم فلن يتمكن من التغلب على النار. لكن إذا تحول إلى مصاص دماء فيمكنه التحول إلى خفاش ويطير بعيداً عبر النافذة الصغيرة. إذن عليه اختيار الزجاجة الثالثة. كانت مايا تستكشف العوالم عندما فتحت الباب الذي قادها إلى عالم قوس قزح. كان هذا العالم مليئاً باليونيكورن الطائر والجنيات الملونة، لكنها كانت مخلوقات شريرة تحب تدبير المقالب للغرباء، لذلك احتجزوا مايا كرهينة حتى تتمكن من معرفة إجابة اللغز، وسألوها: أنا لون يمكنك أن تأكليه، ماذا أكون؟ هل يمكنك مساعدة مايا في معرفة إجابة هذا اللغز؟ إنه البرتقال. أحسنت يا مايا، لكن الجنيات كن في حالة مزاجية تسمح لهن بممارسة المزيد من الألعاب، لذا واصلنا طرح الألغاز وسألنا مايا: أنا أصنع شخصين من شخص واحد، ماذا أكون؟ كان على مايا أن تفكر لبعض الوقت للإجابة على هذا السؤال، لكنها أجابت عليه بشكل صحيح. بماذا أجابت؟ إنها المرآة. كانت تايلور تسير في شوارع مدينة نيويورك عندما تعثرت بشيء ما وسقطت وجرحت رأسها. عندما استيقظت كانت في المستشفى، حيث طرح عليها الأطباء مجموعة من الأسئلة لمعرفة ما إذا كانت بخير. فسألها الطبيب الذي يحب المزاح والألغاز: ما هو الشيء الذي له وجه وظهر وبني اللون وليس له أرجل؟ هل يمكنك مساعدة تايلور هنا؟ إنها العملة المعدنية. يمكنك أن ترى كم هذا اللغز مخادع، لكن مهلا، لقد فهمته في النهاية. قرر 3 أشخاص قضاء إجازتهم في القارة القطبية الجنوبية. واجهت بيانكا بعض المشاكل بسبب الطقس القاسي، لكنها شعرت أن الأمر يستحق العناء في النهاية. قضى بابلو وقتا رائعا في تصوير طيور البطريق من أجل صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان على هيلينا أن تقوم ببعض الصيد أثناء وجودها هناك. وفي اليوم الأخير من رحلتهم وأثناء مرورهم بأمن المطار، تم القبض على أحدهم وهو يحاول أخذ بطريق معهم في حقيبة ظهر. ألقي نظرة على الصورة، هل يمكنك معرفة من هو؟ دعونا نرى ما لدينا هنا. حسنا، هل هذه أقدام بطريق تبرز من حقيبة هيلينا؟ إنها كذلك بالطبع، أعتقد أنها فعلت أكثر من مجرد الصيد خلال إجازتها. كانت كايلاني تسبح في كهف مظلم تحت الماء عندما عثرت على مصباح ذهبي. فركت المصباح وخرج منه جني البحر القوي، وأخبرها أنه سيحقق لها أصدق أمنيات قلبها، وسألها ماذا ستكون. كانت حورية البحر الصغيرة في حيرة بشأن ما تتمناه، فذهبت لتسأل عائلتها عما يريدونه أكثر. قال والدها إنه يريد أن يصبح ملكا. قالت والدتها إنها تريد أن يكون لها سمكة قرش أليف، وقال شقيقها إنه يريد الزواج من حب حياته. منح جني البحر القوي كايلاني أمنية واحدة، لكن جميع أفراد عائلتها حصلوا على ما يريدون. هل يمكنك تخمين ما أرادته كايلاني؟ تمنت كايلاني أن يحضر والدها الملك حفل زفاف شقيقها من حب حياته، وأن سمكة القرش الأليف الخاصة بوالدتها هي التي تحمل الخواتم إلى أسفل الممر. فتاة ذكية. تم تعصيب عيني بوب ووضعه في شاحنة مهتزة. عندما استيقظ كان وحيدا في غرفة فارغة مظلمة. لم يكن هناك أحد، ولكن كان هناك ثلاثة مظاريف على الأرض، وكتب على أعلى المظاريف: يحتوي كل ظرف على قرص أحمر وعبارتين. في أحد هذه المظاريف كلا الجملتين غير صحيحتين، وفي ظرف آخر كلا الجملتين صحيحتين. عليك أن تختار المظروف الصحيح للخروج من هنا حيا. فتح الظرف الأول ورأى قرصا والرسائل التالية: 1- لا تتناول هذا القرص. 2- خذ القرص من الظرف الثاني. وعلى الظرف الثاني كتب ما يلي: 1- لا تأخذ القرص من الظرف الأول. 2- خذ القرص من الظرف الثالث. وكان في الظرف الأخير ما يلي: 1- لا تتناول هذا القرص. 2- خذ القرص من الظرف الأول. ما هو القرص الذي يجب أن يتناوله بوب؟ يجب أن يثق في القرص في الظرف الثالث. لنرى السبب. الرسالة الأولى من الظرف الأول صحيحة، بينما الثانية خاطئة. كلتا الرسالتين من الظرف الثاني صحيحتان، وهذا يتركنا مع جملتين غير صحيحتين في الظرف الثالث. إنها نهاية عرض بيج ماني باز، وتواجه ناتالي مهمة صعبة. توجد ثلاثة أوعية للأسماك، يحتوي كل منها على كمية مختلفة من سبائك الذهب بداخلها. إذا تمكنت من وضع يدها داخل أحد الأوعية وإخراجها، فيمكنها الاحتفاظ بالسبيكة الذهبية. يحتوي الوعاء الأول على ماء ساخن بداخله، والثاني مملوء بحمض يحرق اللحم، والوعاء الأخير به زوجان من العقارب السامة. أي وعاء يجب أن تختار؟ يجب على ناتالي الانتظار حتى يبرد الماء ثم إخراج سبيكة الذهب من الوعاء الأول. أرادت نوفا أن تكون جزءا من باينري بانديتس. لقد كانوا مجموعة من محترفي الأمن السبراني قامت بحماية عالم الإنترنت من المتسللين. أرسلت عدة رسائل بريد إلكتروني إلى أعضاء المجموعة، لكن تم تجاهلها تماما. وذات يوم تلقت رسالة مشفرة تحتوي على لغز غامض، كتب فيها إنه إذا تمكنت من الإجابة على هذا اللغز فسيتم إجراء مقابلة معها من قبل أحد أعضاء باينري بانديتس، وستحصل على فرصة لتكون جزءا من المجموعة. قالت الرسالة: أنا غير مرئي، ولكن من خلال الدوائر أتدفق. أستغل قوتي وأشاهد معرفتك تنمو. أنا مفتاح للمستقبل وبذرة افتراضية. قم بفك رموز الكود الخاص بي وستجد جميع الأسرار. ماذا أكون؟ كانت إجابة نوفا عبارة عن كلمة بسيطة، هل يمكنك تخمين ماذا أجابت؟ إنها البيانات. بدا ذلك واضحا، أليس كذلك؟